من لندن ينضم إلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس. أهلا بك سيد كريستيان. بداية، الولايات المتحدة الأمريكية رعت هذا الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ووصفته بالتاريخي وبأنه سيكون محطة تاريخية بالمنطقة، فإلى ماذا تتطلع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق؟ أولا من نافلة التقاول أن أمس كان يوما تاريخيا وكان يمثل انفراجا دبلوماسيا ليس فقط لإسرائيل وللإمارات العربية المتحدة ولكن للمنطقة بشكل عام. والولايات المتحدة تأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى في سلسلة من الاتفاقيات الأخرى لإنهاء العدوان الذي استغرق أكثر من 70 سنة في الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة تعتقد أن هذا الاتفاق وتتبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والدول الإسلامية سوف يساهم في تحقيق الاستقرار وسوف يحفز النمو الاقتصادي لكل من يقوم بذلك. طب سيد كريستيان، الاتفاق أيضا اشترط تعليق عمليات الضم، فهل هذا الاتفاق سيمهد أو سوف يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير خطتها للسلام في المنطقة؟ الولايات المتحدة علقت أهمية كبرى على تحقيق السلام وتسويت النزاع بين الفلسطينيين وبين إسرائيل، وما زلنا ملتزمين بهذه المهمة. وأمس يعني في البيان يقول أن إسرائيل سوف تعلق إعلان السيادة على المناطق المحددة في خطة الرئيس ترامب للسلام. وأمس أيضا جيرد كوشنر قال أن إسرائيل لن تتخذ أي خطوة إلا بعد التشاور مع الولايات المتحدة، وهذا يشير إلى أن العلاقات بين أمريكا وبين إسرائيل وثيقة، لدينا ثقة متبادلة من بيننا، وسوف نباحث وسوف نتشاور مع إسرائيل لتحقيق ولإنجاح هذا المشروع يعني هذا الاتفاق. طيب ماذا عن العلاقات الإماراتية الأمريكية؟ كيف سينعكس هذا الاتفاق على العلاقات ما بين البلدين؟ يعني ممكن نصف العلاقات الثنائية بين الإمارات وبين أمريكا بقوية جدا ومتينة، فلدينا تعاون على كل المستويات ونتكاتف مع الإماراتيين وسوف نواصل جهودنا لتقريب المواقف الأمريكية الإماراتية، لأن ننظر إلى الإمارات العربية المتحدة كشريكة قوية جدا للمتحدة. أخيرا سيد جيمس، يعني هذا الاتفاق إلى أي مدى يمكن القول بأنه سيساعد بالمضي قدما بتحقيق عملية السلام في المنطقة بأكملها؟ نأمل ذلك فعلا، فنأمل أن ينظر الفلسطينيين إلى هذا الاتفاق وسوف يدركوا أن هنالك مكاسب، هنالك مزايا، هنالك أسباب مهمة وكثيرة لتحقيق السلام مع إسرائيل. فنعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى ونتمنى أن هذا سوف يمهد الطريق أمام التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، وسوف نواصل جهودنا، سوف نبذل جهود كثيرة لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما فعل هذا الرئيس منذ بداية الرئاسة. كريستيان جيمس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من لندن، شكرا جزيلا لك.